دائما نظرية ملاليم توصلنا إلى ملايين، فما شاء الله المرحلة الأولى كانت 5 مليون، جمع منها 2,900,000. بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. لم يتبقى إلا 2,100,000 فقط. كانت أكثرها من السهم اللي كان ب10 ريال، واللي كان ب50، واللي ب100، واللي ب500. تفاعل سهم المعلم والتنوع فيها وذكر ناس لهم فضل علينا بعد الله عز وجل، بعض الأسهم صار فيها نوع من الشراكة، بعض الأسهم أبو عمر بيض الله وجهه مثل أمس يعني ذكرت فلانة هيا وسارة همها ولمير وغيرهم، وجزاه الله خير يعني من القائمين والمشرفين أبو عمر جزاه الله خير، تبرع عنهم. أبو عبد العزيز نفس الشيء، الهداءات اللي تصير، أخونا وحبيبنا الفهد تقريبا 10، عبد الله الفهد 10 أسهم وغيرها. فإن تكاتفنا فيما بيننا وبينكم عسى الله عز وجل أن هالمبالغ البسيطة المحدودة، رفعنا شعار جميل اللي هو التصدق بالهلل، مشينا فيه يمكن حول أسبوع أو أسبوعين وصار فيه نفع، نفع مو بسهل. كنا نقول نبي 50,000 ويجينا 150,000، نبي 100 يجينا 300. بيض الله وجيهكم، وجعلنا وياكم إن شاء الله من المرحومين ومن اللي تعاونون على أعمال البر والتقوى. يا حي يا قيوم، ما نقص مال من صدقة. ينزل كل يوم ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، الله يخلف عليه. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهنا يطلق في الرجل ولا في المرأة؟ كلهم سوا. داووا مرضاكم في الأثر بالصدقة. الواحد ليه تصدق؟ هو نفسه يلي أنت متصدق له ب10 ريال يحس بنوع من السعادة، من النشوة، أني قدمت، أني أعطيت. ونعيد ونكرر، أول نقول نخاف نعطيها واحد ثم يروح يصير مو بصحيح، أو أنه يمثل أو يجمهر بال... لا، الحين صارت جهات رسمية من يوم يطلع هالريال وهالخمسة وهالعشرة من التطبيق وعليه حوكمة، لين يوصل إلى الجهات المسؤولة، لين وزارة الداخلية، لين الحكومة، وشغل شيء على وضح النقا. الجمعية هذه وشي؟ جمعية البر بالمدينة المنورة. وينها؟ فيه في المدينة. وين مكانها؟ في شارع أبي ذر رضي الله عنه. من اللي قائم عليها؟ مشايخ، دكاترة، قضاة، أمير المنطقة، أمور. طيب وش مشروعهم؟ وش يجمعون؟ وش يصلحون؟ بيبنون لهم مبنى. هالمبنى قد يكون فندق أو شقق فندقية أو مكاتب، هم عاد اللي مصلحينه هم زينينه. طيب ريعة وين بيروح له؟ أجارها السنوي، يفرض أن أجاره طلع 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، بيصرف لأعمال البر، للأرامل، للمساكين، لسقي الماء، لي إلى آخره. الله يجعلنا وياكم إن شاء الله ممن يتعاونون على الخير، واللي حتى مو بقادر إنه يعطي يحطها في الحالة عنده في الواتساب، ينزله في السناب، في الإنستغرام، في تويتر، في كلش. الله الدال على الخير كفاعله، فضل الله من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فيه أوقاف على مكة وعلى المدينة من سنين وبنين، وهي تمشي وتروح، فالواحد ما يدري عن عمره ولا يدري عن وش بيقدم فيه. هذا مبنى ملك، الأرض نفسها ملك، ومبنية في حدود الحرم، وحتى لو قدر الله جاها شارع ولا توسع الحرم أكثر وأكثر، ترى بتعوض وبتنقل في ملك ثاني وبتصير في ذمة الأوقاف. الدولة الآن عندها هيئة الأوقاف، هيئة واضحة مبينة، والقضاة اللي موجودين في المدينة المنورة هم المسؤولين كذلك حسب التنظيم الإداري اللي موجود، مفتي أنا من راسي، لكنها الوقف الثابت ينعومك، يدر ولا يوقف أبد.